ما في الخجل في في اسلوب الكلام. اكيد الزول ما لما يشوفك في الحقيقه زي ورا التليفون اكيد حتزوغ له شويه، لكن لما تلاقيت تدل منتصر ورا الكيبورد او خلف التليفون هو منتصر في الواقع ولا لا؟ لا لانه خلف الكيبورد او عبر الدردشه الزول ممكن يقول اي حاجه بدون خجل، لكن في الواقع بيكون في خجل شيء وتوتر وحاجات كثيره. السلام عليكم. والسلام. مشكله عندي. السلام عليكم. بس انت ما قاعد تتوقف ضحك. عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك، عارفين عليك. بيكم. مرحب. منو معنا؟ مشكات. مشكات مرحبا بك ومنوره لي شديد يا مشكات. الله يسلمك. مشكات. مشكات شخصيتها ورا اول الكيبورد او بالتليفون، هي شخصيتها في الواقع؟ لا طبعا. لا طبعا. ايوه. ليه طيب؟ يعني كذا في الناي اكثر جنون ورا الناي هادي شديد. جوله هادي شديد. ايوه. طيب يا مشكات، رايك شنو في الزول اللي بيقلدك؟ هل هو شخصيته ضعيفة ولا شخصيته قوية؟ ضعيفة طبعا. ضعيف. لانه كده فهو بذات نفسه مفترض يكون يعني شخصية برا. أيوة. اي حاجة شخصية مستقلة بذاتها. أيوة بذاتها تكون نفسه برا وما يقلد الاخرين. أيوة. يا سلام عليك. يا اخي انا سعدت بك شديد يا مشكات، طورتيني. السلام عليكم. السلام والرحمة. مرحبا بك، منو معنا؟ عمر. عمر مرحبا بك ومنورنا. عمر، انت من الناس اللي بيقولوا انه البنات ما بيعرفوا الاتجاهات؟ البنات شنو؟ ما بيعرفوا الاتجاهات؟ والله يا اخي حسب البنت يعني. حسب البنت. طيب اليوم نحن حابين نسالكم عن حاجات البنات. بتعرف الاي لاينر؟ لا لا. طيب انا سالتك من شنو هسه؟ اي لاينر. اي لاينر. طيب بتعرف الجليتر؟ الجليتر لا، الاتجاهات حقت اولاد يعني؟ لا لا. طيب يا ما انتم متهميننا انه نحن ما بنعرف الاتجاهات. نحن اليوم دايرين نسالكم عن حاجاتنا. نحن الاتجاهات بالاولاد والبنات سواء لكن الكريمات والايلاينر دي ما كريمات، لكن ايلاينر وجليتر وحاجات دي ما كريمات. يعني حاجات متعلقه بالبيت بس، ما الولد ما عنده بها علاقه. ما عنده بها علاقه. يعني يعرفها ذاته ما ينفع يعني ولد يعرف حاجات زي ذاته. ليه؟ ما ثقافه في النهايه صح؟ ثقافه يعني. وللبلاشر؟ لا لا صح؟ لا لا. طيب يا مرحبا بكم ونورتنا شديد. انا منوره بكم. الله يسلمك يا رب. تسلم يا رب. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. عارفين عليك منو؟ اسمي أماس الصديق. منو؟ أماس الصديق. أماسي مرحبا بكم ومنوره لي شديد يا أماس. اسمك حلو عليك. تسلمي كثير. الله يسلمك. أماسي، أماسي شخصيتها ورا الكيبورد او خلف او في التليفون نفسي أماسي في الواقع؟ والله كمان بكثره. يعني نفسي اي شيء كمان. ولما يا ماسي في التليفون هي ذاتها ماسي في الواقع. ما في اي اختلاف. ما في اختلاف وكمان بزياده كمان. يا سلام يا ماسي. طيب ماسي، رايك شنو في الزول اللي بيقلدك بيعمل اي حاجه انت بتعمليها؟ هل هو شخصيته ضعيفه ولا شخصيته قويه؟ والله شخصيته ضعيفه وبيغدبني وبيزهقني وبيخليني اقرب حياتي والله، وكثير اللي بيقلدوني. كثير يعني. طيب قاعده تتعاملي معاهم كيف؟ ومشين بس ماشي. اه الليله اللي بيفتح حاجه بجيب القلم يعني نفس الشيء اللي انا لابسه. طيب ديل فيهم صحباتك ولا الناس البعيده منك؟ والله عندي صحباتي عندي اخواتي بيقلدوا كتار، لكن حاجه بتضايق. بتضايق هي بجد بتضايق. في الاول يعني كنت تحسي انه بيسرقوا اماسي منك؟ ما بحس بيسرقوا، بحس بقلدوا بس. شنو معي احيانا قاعده. يا سلام عليك يا اماسي، والله يسعد بك شديد يا اماسي. شكرا لك. الله يسلمك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك، عرفنا عليك. يا هلا محمد عبد الله هارون. محمد مرحبا بك ومنورنا على زي السوداني محمد. مرحبا بكم مع زي السودان. ان شاء الله السودان منعم بكل الخيرات. امين ان شاء الله يا رب. طيب بتعرف نحن الليله دايرين نسال الاولاد عن حاجات البنات اللي بتخصهم. طيب بتعرف الاي لاينر؟ لا. والبلاشر؟ طيب لا. طيب ولا حصل مرة السؤال أول الكلمة دي سمعتها بيها قبل اليوم؟ خالص. خالص. ولا الكنتور؟ و؟ الكنتور؟ الكنتور؟ أها. الكنتور؟ ما
ما سمعت. بتحبس الزواج التقليدي ولا الزواج اللي بيكون عن سابق معرفة؟ والله الزواج اللي بمعرفة وبكرمه وبجوده وبمعارفه هو متفق عليه، لكن الزواج التقليدي ده ليس موضوعي اصلا في المجتمع. طيب انا سعيد بك شديد وشكرا لك. شكرا لكم انتم كمان، وان شاء الله فقراتكم كده تكونوا دائما في التقدم وفي الزياده ان شاء الله يا رب. شكرا، نورت. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بكم معنا. معك شزا. شزا مرحبا بكم، نورت علي شديد على الزيسو. بنورك. شزا ورا التليفون او خلف الكيبورد هي نفس الشزا في الواقع؟ والله شويه في اختلاف. طيب الاختلاف ممكن يكون في شنو؟ الخجل ولا ممكن يكون في شنو؟ لا ما في الخجل، في اسلوب الكلام. اكيد الزول ما لما يشوفك في الحقيقه زي ورا التليفون اكيد حتزوغ له شويه، لكن لما انت لقيت تدي الوجه الثاني. يا سلام. طيب يا شزا، الناس اللي بتقلدك بتحسي انه هم بيعملوا اي حاجه انت بتعمليها، رايك دي قوه شخصيه ولا ضعف شخصيه؟ لا والله ما ضعف شخصيه، انا بشوف استفاده، يمكن انا في حاجه عجباهم فيني فهم عايزين يقلدوها، فخلاص اي خليهم يعيشوا حياتهم. يا سلام. طيب يا شزا، والله يا ريت انت بكشدنا ونورتيني. يديك العافيه. تسلمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك. عرفنا عليك. الحمد لله. منتصر محمد المخير. منتصر مرحبا بكم، منورنا على زي السودان يا منتصر. شرفتونا. منتصر، رأيك شنو في الزول اللي بيقلدك بيعمل أي حاجة منتصر بيعملها؟ هل يا طرف نظرك ده ضعف شخصية منه ولا قوة شخصية؟ والله هي ضعف شخصية طبعا. ضعف شخصية. أيوة. ليه؟ لأنه زول مو مقتنع بشخصيته. أيوة. ليه أنا أقلدك؟ أنا أقوم بحاجتي براي. تكون نفسك وتكون شخصية مستقلة. أكيد طبعا. طيب منتصر وراء الكيبورد أو خلف التلفون هو منتصر في الواقع ولا لا؟ لا. لأنه خلف الكيبورد أو عبر الدردشة الزول ممكن يقول أي حاجة بدون خجل، لكن في الواقع بيكون في خجل وتوتر وحاجات كثيرة. يا أخي نسعد بك شديد يا منتصر، نورتني. تسلمي. شكرا. الله يعطيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك، عارفين عليك. اسمي هادية. هاجر. هادية. أيوة. مرحبا بك يا أخو، نورتني شديد. تسلم. يديك العافية. هادية ورا التليفون أو ورا الكيبورد هي نفسي هادية في الحقيقة؟ أيوة نعم. ما في اختلاف؟ نهائي. يا سلام. طيب دي حاجة حلوة شديد. طيب يا هادية، رأيك شنو في الزول اللي بيقلدك بيعمل أي حاجة أنت بتعمليها، رأيك إنه ده ضعف شخصية منه ولا قوة شخصية؟ والله أنا شايفة يعني إنه اسمي ما مناسب إنه أي زول كده يقلدني أو حاجة بالشكل ده، يعني اسمي مناسبني أنا وبس، يعني ما شايفة إنه مناسب ضد هذا. طيب والناس اللي بيلبسوا نفس اللبس اللي أنت بتلبسه وبيتكلموا مثلا بيحاولوا يقلدوا أسلوبك؟ طيب ما عندي مشكلة. عادي يعني الموضوع عادي بالنسبة لي. ولا أي حاجة. يا سلام عليك يا أخي، أنا سعدت بك شد ونورتي. تسلم كثير. يديك العافية. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. لسه انت ما قاعد تتوقف ضحك. السلام عليكم. السلام. مرحبا بكم معنا. احمد بشيبه. عبد الله مرحبا بكم. احمد. لا خلوا عليك كله، تعالي احمد. احمد مرحبا بكم، منورنا على زي السودان يا احمد. الله يكرمك. احمد، في نظرك الناس اللي بيقلدوك بيعملوا كل حاجه انت بتعملها ده ضعف شخصيه منهم ولا قوه شخصيه؟ اكيد ضعف شخصيه، انا زول كامل بيقلد بشكل قريب وبصوره رائعه. طيب احمد ورا الكيبورد في التليفون هو احمد في الواقع ولا لا؟ اكيد ورا الشاشه ممكن تعمل حاجات كتير، لكن جدا الزول ما بتقلد. ليه دايما الواحد بيختلف؟ حقيقة يكون في خجل في حياة في استحى، يكون ورا الكيبورد أصلا الزول ما قدامك عشان تخجل وتستحى منه تقول إيه يعني. أنا سعدت بك شديد يا أحمد. يكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك، عارفين عليك. حسنى جعفر. أهلا حسنى. مرحبا بكم، منورين شديد يا حسنى. تسلم. أديك حسنى ورا التليفون ورا الكيبورد خلف الكاميرات هي نفسها حسنى في الواقع؟ نعم. ما في اختلاف؟ ما في. خالص يا حسنى؟ أعرف. طيب حسنى، رأيك شنو في الناس اللي بيقلدوك بيعملوا أي حاجة أنت بتعمليها، هل يا ترى في نظرك يعني ده ضعف شخصية منهم ولا قوة شخصية؟ ضعف شخصية. ليه طيب؟
ما عارفه. لانه المفروض يكونوا شخصيتهم صح، ما يقلدوا حسنا هي ذات. ايوه قلدوا صغيره منا وانا. صحيح في ناس كثيره كده يا اخي. انا سعيده بك شديده حسنا ونورتيني. شكرا لك. السلام عليكم. السلام. مرحبا بك، عرفنا عليك. صديق محمد. ايوه محمد، مرحبا بك ومنورنا على زي السوداني محمد. طيب محمد، محمد ورا التليفون ورا الكيبورد ونفسي محمد في الواقع. والله واحد يعني في الميديا وفي الواقع واحد، ما في اختلاف خالص خالص. طيب في رايك الناس اللي بتقلدك تعمل اي حاجه انت بتعملها، في نظرك ده ضعف الشخصيه منهم ولا قوه الشخصيه؟ قصدك يعني بتعملها يعني؟ ايوه اسلوبي انا ولا العام؟ ايوه والله يا اخي يعني في ناس كده يعني ده ضعف الشخصيه اول حاجه. في ناس يعني تشيل اي حاجه، حاجه ماشيه مثلا كانت حاجه كويسه ما كويسه يعني تتماشى مع. ايوه ده يعني ضعف الشخصيه. زول لازم يكون يعني عنده اسلوب براء وعنده فكر براء ويكون يعني عادي طبيعي صح. يعني ما يشيل اي حاجه. في ناس كده تشيل حاجات سالبه تتعايش مع مع الاسف ده يعني ده حاجه سيئه شديده. صحيح يا اخي، انا سعدت بك شديد وسعدت باجاباتك كمان. شكرا لك. الله يعافيك ان شاء الله. تسلم. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك، عرفنا عليك. محمد صالح. محمد مرحبا بك ومنورنا يا محمد. حبيبي. تسلم. محمد في خلف الكيبورد في التليفون، هو محمد في الواقع؟ لا مختلف. تختلف. نعم. اختلاف كبير؟ اي اختلاف نعم. طيب رايك شنو في الناس اللي بيقلدوك بيعملوا اي حاجه انت بتعملها، في نظرك ده دي قوة شخصية منهم ولا ضعف الشخصية؟ دي قوة شخصية منهم. ضعف الشخصية منهم. يعني سعدت بك شديد. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك، عرفنا عليك. محمد. محمد مرحبا بكم، منورنا على زي السودان اليوم. محمد. محمد خلف الكيبورد، محمد ورا التليفون، هو نفسي محمد في الواقع ولا لا؟ والله خلف التليفون قهوتي. قهوتك. ايوه. قهوة كده. حتى قهوة كده في الخلفية. اها. طيب محمد انت بالتليفون، محمد نفسه في الواقع؟ يا هو ذاته محمد. يا هو محمد في الواقع. ما في اختلاف. انا اتصنع كده يعني. طيب يا سلام عليك. محمد بشخصيته. يا سلام. يا سلام عليك. طيب محمد رايك شنو في الناس اللي بيقلدوك بيعملوا كل حاجة انت بتعملها، يعني خلينا نقول بتغمصوا شخصيتك، ده ضعف شخصية منهم ولا قوة شخصية؟ والله ده ضعفي شخصية. ضعف شخصية. تمام. فأنا لما ألقاك أنت بتاع زي كده تمام، فأنا بشوف يعني ممكن من نظرة إعجاب، تمام، من نظرة عجب شخصية. تمام. وفي نوع بيكون يعني عدم شخصية منه. عدم شخصية صح. بس ما أقدر. أنا سعدت بك شديد ونورتني اليوم. شكرا لك. شكرا يا. السلام عليكم. السلام. مرحبا بك، عرفنا عليك. محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب مرحبا بك ومنورنا يا محمد. طيب محمد ولا الكيبورد او محمد بالتليفون، هو محمد في الواقع نفسه؟ ما في اختلاف؟ في اختلاف بسيط. بسيط. طيب في رايك الناس اللي بيقلدوك بيعملوا اي حاجه انت بتعملها، دي قوه شخصيه منهم ولا ضعف شخصيه منهم؟ ضعف شخصيه اكيد طبعا. ليه طيب؟ ها؟ ليه؟ لازم يكون يعني الانسان ده يكون عنده حاجه فيه مميزه، حاجه بيحبها. ايوه. في نفسه يعني حاجه مقتنع بها انه شنو؟ حقته هو، حاجته اللي بتميزه. هاي كده هو بيكون شنو؟ يعني ظاهر فيها. يا سلام. هو مشهور فيها. أكيد. أنا سعدت بك شديد يا محمد. شكرا.